الودي الحكايه موجوده معنا عبر ويباكس مديره التوظيف ببرنامج التوظيف باركانسيال. بونجور لودي. بونجور كاتيا لك ولكل المشاهدين وشكرا لاستضافتكم معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك، يعطيكم الف عافيه باركانسيال. يعني بنعرف انه الظروف كثير صعبه ولكن انتم مستمرين بعملكم وبرسالتكم. خلينا نعرف المشاهدين بعد اكثر ونذكرهم شو بتعمل اركانسيال. أوكي، أركانسيل هي جمعية غير حكومية تأسست سنة 85. مهمتنا الأساسية هي العمل على مساعدة الفئات الأكثر تهميش بلبنان. بنشتغل على عدة برامج مختلفة، منها بيئية، زراعية، اجتماعية وتوظيفية. اليوم رح نحكي أكثر عن برنامج التوظيف اللي تأسس سنة 92 وبيهدف لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل وتسهيل فرصهم للحصول على وظيفة والعمل على تطويرهم المهني. اليوم يعني هالأشخاص ما كنا وصلنا لوقت نبلش نشوف تقدم بهالإطار وتبلش الشركات تكون عم تطلع بمسؤوليتها تجاههم. هلأ بعد يعني بهالأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها ومع أزمة كوفيد 19 رجعنا يمكن لورا كم فشخة. 100% مضبوط. هلا الاشخاص ذوي الاعاقه، لا اعطيك شويه احصاءات. الاشخاص ذوي الاعاقه بالعالم بيمثلوا حوالي 15% من اجمالي عدد السكان، والمتوقع انه يتضاعف هالعدد بحلول 2050 تقريبا. وهلا بلبنان بيمثلوا حوالي 4% من عدد السكان، يعني تقريبا 300,000 شخص، وهالعدد ابدا منه قليل. وحاليا الأكيد يعتبر العمل من الحقوق الأساسية للإنسان اللي بخليه يأمن دخله ويعيش بكرامته. وكثير من المنظمات هلأ عم بيشتغلوا على موضوع توعية الأشخاص على تقبل واحترام التنوع والاختلاف، بس بعد التمييز ضد فئات المجتمع أكيد موجود، والأشخاص ذوي الإعاقة هن من هالفئات المهمشة واللي بيواجهوا هالتحديات خصوصا بالعمل. وعلى فكرة 80% من أشخاص ذوي الإعاقة عاطلين عن العمل، مش لأنه ما بيقدروا أكيد يشتغلوا بس أو مش معلمين، بس لأنه ما عم بينعطاهم الفرصة ليبرهنوا عن قدراتهم وإمكانياتهم. يعني بعد ثقافة العمل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة منا يعني طبيعية وعادية على القليل بلبنان. 100%. ومن وعالميا في هالمشكلة لودي؟ أكيد في المشكلة، ومشكلة موجودة وين ما كان، وعطول نسبة البطالة عند الأشخاص ذوي الإعاقة بالعالم كتير مرتفعة. أكيد بلبنان مرتفعة أكثر بظل الأوضاع الراهنة حاليا والوضع الاقتصادي المتردي. ومن هالمنطلق بحب أقول أنه أركانسيل وتحديدا برنامج التوظيف عم يشتغلوا ويكثفوا جهودهم للحد من التمييز وإعطاء الشخص ذو الإعاقة الفرصة ليحصل على عمل لائق ويعيش بكرامته مثل حي الله شخص ثاني بالبلد. اليوم شو المطلوب وشو هو الواقع الحالي وهل القانون بيرعى هالموضوع؟ اوكي، حاليا رح احكي شوي هيك عن مكتب التوظيف وشو بيعمل. مكتب التوظيف بضم اكيد عدد من الاختصاصيه باركانسيال والخبراء اللي بيشتغلوا بطريقه شامله لخدمه الشخص ذو الاعاقه من خلال التركيز على الشخص نفسه، على عائلته، مجتمعه، ومحيطه. هلا عاده الاشخاص ذو الاعاقه اللي عم بنبشوا على شغل بنستقبلهم عنا بمكتب التوظيف بجسر الباشا، بنعبي لهم طلب، نعمل معهم انترفيو، بنقيم الاخصائي العلاج الوظيفي او اوكيبيشنال ثيرابيست بقيم الشخص لمعرفه الحاجات تبعه لدخول سوق العمل. بيرجع اكيد بالاضافه لاعطاء جلسات توجيه مع كارير كوتش لينحط خطه واضحه للوصول للاهداف الوظيفيه وتطوير المهارات، وحسب توصيه الكوتش وحاجات الشخص بتم اعداد دورات تدريبيه لاكتساب وتطوير المهارات، منها اكيد تدريبات حياتيه، معرفه الحقوق، المناصره، لغات، كمبيوتر، كيف يكتبوا سي في، كيف يروحوا على انترفيو، واكيد بالاخر بنشتغل مع الشخص على ايجاد والحصول على وظيفه لائقه. كنا عم نقول قد ايه مهم انه يكون عنده وظيفه الشخص اللي عنده احتياجات خاصه لإله، بس كمان مهم للمجتمع كمان حتى يكونوا كل افراد المجتمع منتجين. 100% طبعا اكيد. في شغله كمان مهمه، كمان نحن مش بس بنشتغل على الشخص، بنشتغل على المحيط تبعه، يعني بنشتغل مع الاهل
بنقدم لهم نصائح وطرق لتوجيههم وارشادهم على كيفيه دعم وتشجيع اولادهم لدخول سوق العمل والمناصره لحقوقهم وتقويه شخصيتهم لمواجهه الصعوبات بالمجتمع، لانه كثير من الاهل ايام بيكونوا اوفر بروتكتيف على اولادهم، وهالشيء ما بيساعد كثير من الاشخاص اللي عندهم اعاقه يفوتوا على او سوق بكونوا العمل. مش مقتنعين انه قادر يعمل شغل عادي، او حتى خايفين من نظرة الاخرين لألون. 100%، مشان هيك هون تدخلنا بيكون كثير مهم مع الاهل لتوجيههم واعطائهم النصائح. قد ايه عم تقدروا يعني تدخلوا عند الاهل، لانه بس تكونوا عم تقدروا فعلا توصلوا تعملوا تواصل مع الاهل ويقدروا يكونوا هن عم يستوعبوا هالموضوع، هيدا شيء بيأثر كثير على المجتمع ككل. 100%، نحن عادة وقت بيجي الشخص لعنا على طول، الشخص طالب الوظيفة اللي عنده إعاقة على طول بنسأل عن أهله، يعني بنرجع كمان بنعمل اجتماع مع الأهل لنفهم كيف طريقة التوجه تبع الأهل أو يعني قد هو لدخول سوق مقبول العمل. بالعائلة كمان. أكيد طبعا، لأنه الأهل بيلعبوا دور كتير مهم على هذا الصعيد، وعلى صعيد قديش شخص عنده قوة شخصية، خصوصا أنه شخص ما عنده إعاقة وكثير بيلاقي صعوبة ليدخل سوق العمل، فقديش شخص عنده إعاقة بيلاقي كمان صعوبة أكثر، والأهل بيلعبوا هون دور كثير كبير وكثير مهم بهذا النطاق. كنت عم بسألك قبل شوي، القانون هل يرعى هالموضوع أو هل عم نعم، يطبق؟ هلا القانون مظبوط، هلا قانون 220 على 2000 اللي بنص على توظيف 3% بنسبة 3% من إجمالي عدد الموظفين الشركة من الأشخاص ذوي الإعاقة. هلا للأسف القانون ما في مراسيم تطبيقية للقانون اللي بتخلي الشركات تتحمس أكثر أو تحس بهالمسؤولية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم. فهون كمان كتير مهم إنه نكون عم نذكر الشركات بأهمية توظيف الأشخاص وإدماجهم بالمجتمع وبسوق العمل. انه يكونوا مدموجين بسوق العمل وبالمجتمع ككل، بده يكون في تسهيلات لهم، يعني بالشركات بالمصانع بالاماكن يلي ممكن انه يكون عندهم شغل فيها، او حتى بالاماكن العامه. بعد ما عنا كل الوقت تسهيلات ليقدروا يكونوا عم يتنقلوا اوقات كمان. مزبوط 100%، هول من التحديات اللي بيواجهون والصعوبات اللي بيواجهها الشخص اللي عنده إعاقة. في كذا تحدي بيواجهوا، منهم تحديات ثقافية أو بيقولوا لها اتيتودونال، اللي هي نظرة المجتمع للشخص ذو الإعاقة، بالإضافة للتحديات البيئية اللي هون عم تفضلت وحكيت عنها، اللي هي أكثر التجهيزات والأكسسبيليتي للشركة أنه تكون عم تستقبل شخص عنده إعاقة، علما أنه كثير من الأوقات الشخص ذو الإعاقة منه بحاجة لتسهيلات، يعني شخص عنده إعاقة معقولة ما يكون على ويلتشير أو على كرسي متحرك، يمكن يكون منه بحاجة ولا تسهيل، أو يمكن هالتسهيل اللي بحاجة له كتير ما حيكلف الشركة وما حيكلف حدا. فهون كمان كأركانسيال وتوجهنا بأركانسيال إنه نوعي الشركات على هول المواضيع، نساعدهم نخطي معهم خطوة خطوة تجاه معرفة هول الأمور، ومساعدتهم على ترسيخ ثقافة أكثر شمولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة بحب أذكر إنه نحن بنشتغل كثير على تدريبات بتطلع موظفي الشركة والموارد البشرية ليعرفوا شو يعني إعاقة، وليعرفوا كيف بيوصفوا شخص عنده إعاقة وكيف بيدمجوه بسوق العمل، لأنه مش مهم بس إنه خلص وظفنا شخص عنده إعاقة وهي هي، لا، بهمنا كمان الموظفي الشركة يعرفوا كيف يتعاملوا معه، شو القصص اللي لازم يحكوها شو القصص ما لازم يحكوها. وهون كمان يعني تدخلنا كأركانسيال بهيدا كنا المجال. عم نحكي عن البناء، يعني البناء كمان خاصة الأبنية الجديدة يلي ما فيها تسهيلات للأشخاص بالتحديد يلي بيستعملوا كرسي متحرك كرسي مدولب، هو بناء غير حضاري.
مزبوط. يعني هلا ما بدنا يعني هلا اتلهام انه لا رح تتكلفوا، اصلا البناء لازم يكون هيك مهندس حتى بهالطريقه. مزبوط. هلا لازم يكون في شيء اسمه inclusive design بال يعني كل لانه شركة هالشركه ولا بقى. هالاماكن العام ممكن يزوروا شخص عنده اعاقه معينه او بحاجه لتسهيلات معينه، مش ضروري بس نحكي عن الاربع او خمس موظفين اللي بيكونوا بالشركه، او عن الموظف الواحد يمكن حسب كبر الشركه يعني. 100%. هلا كل مفروض العمارة الجديدة اللي عم بيطلع وخصوصا الكوميرشال إذا بدك بنايات اللي عم بيطلعوا عم بيكونوا أكثر انكلوزيف ديزاين، يعني عم بيكون في أسانسير، عم بيكون في رامبس بقلب البناية، عم بيكون في كثير قصص. بس للأسف بلبنان يعني في بعض من الشركات أو من الأبنية الجديدة الحديثة ما عم بتكون انكلوزيف، يعني ما عم بيتبعوا الانكلوزيف ديزاين. فهون كمان بدنا ندعي اكيد المهندسين كمان لانه بيلعبوا هون دور كثير مهم انه للاكسسبيليتي تكون موجوده بالشركه او بالمبنى الموجود ليسهل وصول الشخص ذو الاعاقه لمكان عمله، او حتى يمكن اذا بده يكون عم بيروح زياره على محل معين او يتسوق او اللي هو. فضروري لودي بالنهاية هذا شو الموضوع. المطلوب بهيدي الظروف بالنسبة لألكن؟ هلا انا بحب اوجه رساله للشركات، بوجه رساله لكل الشركات بلبنان وبطلب منهم الالتزام بتنفيذ الكوتا اللي هي بالقانون 220 على 2000 اللي بتنص على توظيف 3% من عدد موظفي الشركه من الاشخاص ذوي الاعاقه، وبطلب كمان اعطاء فرصه للعمل للاشخاص ذوي الاعاقه، اكيد مش من باب الشفقه بس من منطلق أن العمل هو حق مكتسب لجميع أفراد المجتمع من دون أي تمييز. وبتمنى كمان أنه نبتعد عن التوظيف المقنع اللي نعم. بضر الشركة والشخص، وزيادة نسبة الوعي بالشركات عن مواضيع الإعاقة وكيفية إدماج الأشخاص. وهون أركان تيال فيها تلعب كتير دور كتير كبير بإعطاء الإرشادات والاستراتيجيات لإدماج الأشخاص. وآخر بس آخر شغلة كمان بدي أطلبها، إذا في حدا من المشاهدين أصحاب شركات أو موظفين وبدهم يكونوا دامجين وما بيعرفوا كيف، بليز مكتب التوظيف على طول بالخدمة وجاهزين لتقديم اللازم. شكرا لك لودي حكيم، وتحية لكل العاملين بأركانسيال. لودي حكيم مديرة برنامج التوظيف بأركانسيال، أهلا وسهلا فيك. خلص وقتنا اليوم، موعدنا جديد بكرة الساعة 8:30، كونوا معنا.